ينضم معنا مشاهدينا الكرام من المنامة الكاتب الصحفي بجريدة البلاد البحرينية إبراهيم النهام. أهلا وسهلا بك. لو نتحدث عن هذا المؤتمر وعديد من المحاور التي ذكرت، هناك تأكيد على أن الحوثيين أطلقوا 83 صاروخا على المملكة، تعليقكم؟ أسعد الله مساءك بكل خير يا أخي العزيز، والتحية موصولة لك ولجميع مشاهدين قناة الإخبارية والضيف الاستوديو والضيف في القاهرة. مستجدات المرحلة طبعا تؤكد على أن المملكة العربية السعودية والأمة الإسلامية ودول الخليج تحديدا تواجه تحديات غير مسبوقة. إيران لديها مشروع تمددي في المنطقة، لديها مشروع واضح المعالم، والمملكة العربية السعودية كذلك لديها مشروع مناهض لهذا المشروع التمددي والذي يقوم على تصدير الإرهاب عبر السواحل الإيرانية إلى المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج الأخرى، وإسقاط الأنظمة وإحلاء أنظمة أخرى موالية لولي طهران المستبد. اليوم المملكة العربية السعودية ومن خلال هذا المؤتمر الصحفي العظيم الذي أعجبني وأي إعجاب، ماضية في الدفاع عن حدودها وعن الشرعية في اليمن، وماضية في إعادة ترميم البيت العربي. الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية اليوم دور كبير ينظر له بإكبار وإجلال، واليوم أي حدث يدور في المنطقة أول ما ينظر إليه هي المملكة العربية السعودية، ينظر إلى بيت الحكم في الرياض، ما الذي سيفعل، ماذا ستفعل السعودية، ما هو موقف السعودية. طبعا الميليشيات الحوثية هي ميليشيات، هي أقرب ما تكون إلى زمرة من العصابات، هذه يعني عصابات شوارع. إيران اشتغلت على المشروع الحوثي منذ سنين طويلة في اليمن، والرئيس السابق علي عبد الله صالح لم يكن بمحل الثقة بحيث أنه يوفي بالعهود التي قطعها للخليج وللسعودية، ويوفي بما قدمت المملكة العربية السعودية بقيادة الخليج له وللشعب اليمني، فكان غادرا بذلك. كل هذه الأمور أدت إلى أن تصل الأمور إلى ما هي عليه الآن. اليوم المؤتمر الصحفي وضع النقاط على الحروف، المؤتمر الصحفي كان رائع. استنتجنا من خلال أولا أن المنظومة الاستخباراتية لقوات التحالف منظومة عظيمة ومنظومة عالمية. الأمر الآخر تكنولوجيا الاتصال وتكنولوجيا الحرب الحديثة، الحرب الإلكترونية المتطورة تستخدمها قوات التحالف بشكل فاعل في اليمن. المؤتمر الصحفي كذلك كان شفاف ونزيه، ونحن نثمن على استمرار قوات التحالف بعقد مثل هذه المؤتمرات الصحفية لتوضيح ما يجري في اليمن للرأي العام العربي والخليجي والعالمي من جانب. أضيف إلى ذلك أن هذه المؤتمرات يا أخي العزيز الصحفية تسبب تحبيط وتثبيط الهمة لدى الميليشيات الحوثية. الحوثيون حين يتتبعون هذه المؤتمرات الصحفية ويرصدون ما يدور بها يعون تماما حجمهم في الساحة، ويعون كذب قادتهم وكذب من يروج لهم بأن مشروعهم الإيراني يسير بالطريق الصحيح وأنه مشروع ناجح ومتقدم ومتطور. المتحدث باسم القوات التحالف في المؤتمر الصحفي كان مميزا في كلامه، كان شفافا، كان واضحا، لم يكن مراوغا، أجاب على أسئلة الصحفيين بكل شفافية وبوضوح. المؤتمر تم يعني تطعيم المؤتمر بالتسجيلات، بالتوثيقات الفيديو، بالتصوير، لتعزيز الحجة والدليل. وخلاصة القول يا أخي العزيز أن اليوم السعودية أصبحت تعي جيدا ما الذي يجري حولها، وكذلك دول الخليج، وكذلك الدول العربية التي كانت في السابق يعني متعاطفة مع المشروع الإيراني ومخدوعة بالشعارات الفضفاضة التي كان يروج لها حزب الله الإرهابي في الضاحية الجنوبية. صحيح.